مساء الخير واهلا بكل الناس اللي هتبدا ان هي تنضم دلوقتي، اتعاقد معايا. ولكن هستنى شويه كده، احاول ان انا ارحب بيكم، اتكلم، ادردش معاكم لحد ما تبداوا ان انتوا تتجمعوا. يمكن النت فيه مشكله شويه وما ظهرش عندي لسه ان العدد وصل، يعني اول واحد جه دلوقتي. برحب بيكم كده، وحشتوني، وانا عارف ان انتوا بتحبوا اللايف. احنا وصلنا دلوقتي داخلين على 20، فانا عارف ان احنا سواء انا عايز اجيب التعليقات، لسه مفيش انا عارف ان احنا انتوا بتحبوا اللايف بشكل عام، واخترت موضوع ربما يشغل بال الكثير يعني مننا. وكنت جبت انا قبل كده الدكتور عبد السلام والدكتور علي، وكانوا اتكلموا، كان معانا واحد حمل وكان معانا واحد عذراء. النهارده بجيب واحد قوس اللي هو الاستاذ حسام، وبجيب واحد برضو عذراء ولكن عذراء بشكل اخر من نوع تاني يعني. اهلا بك دكتور محمد، واهلا بالمتابعين طبعا. استاذ احمد، اهلا بك. برج ايه؟ العذراء. لا، علي صوتك، علي صوتك، العذراء، علي صوتك، ما يهمكش خالص. احنا دول احنا وسط عيلتنا يعني، وبنتكلم وبندردش، وهسال واجاوب انا في الاخر على السؤال ده. وبرحب بكل الناس اللي داخله بتقول هاي، وانتوا اللي منورين والله. احنا داخلين على 150 واحد اهوت، وده ريكورد او رقم كبير قوي بعتبره يعني. هسال برج القوس، انا سايبك تحضر في الاجابه من بدري. براحتك خالص، بس براحتك خالص، ما تقلقش. اكثر صفه بتعجبك في الانثى كقوسي، كرجل برج القوس، من الناحيه يعني الشكليه ولا الناحيه؟ اكمل السؤال بس. هو متسرع، متسرع يعني، في يعني. تشوفها كده تحس ان انت مش قادر تستغنى عنها، عايز تكلمها، عايز تكمل معاها، عايز ترتبط بيها. تمام. كقوس حاجتين، اول حاجه عينيها صراحه. انا يعني انت دخلت في السمات الشكليه، ماشي، دي اول حاجه. ما هي دي اللي يعني بتخليك تروح، ممكن تشوف مثلا واحده شابوت فوزي مثلا، فبتيجي واخد سكه شمال على طول، ماشي. انما لو واحده حلوه فيعني ايه، بتروح بقى تحاول تتكلم معاها وكده. شخصيتها بقى، لو الشخصيه مثلا اللي هي الشخصيه الفكاهيه، الشخصيه اللي هي العنيده، في واحده شخصيتها مثلا عنيده او بتحب ترسب الدور شويه او بتحب تتقل. انا واحد من الناس لو واحده اتقلت عليا مش هكلمها اصلا، يعني لو بعت لها مسج وما ردتش بعد ساعه بلوك على طول. يعني برج القوس ما بيحبش الواحده تتقل. دي اكتر مشكله عندي جدا جدا، مشكله كبيره عندي جدا وعند كل القوس، بتسرع جدا. انا ممكن ارتبط بواحده في ساعه، تاني يوم اقول لها تاني يوم اقول لها مش عايز اعرفك، تالت يوم اقول لها خلاص فركش. انا كده يعني، مش في التسرع، بعاني منه صراحه. يعني انت قلت اكتر صفه بتحبها. استاذ محمد، يا دكتور محمد، يعني عايز بس سؤال. انا قوس، مين الواحده اللي تمشي معايا، البرج اللي يمشي معايا من الانثى وتستحمل، يمشي معاك الجوزاء وتجننوا بعض؟ الجوزاء. مين هنا جوزاء يا جماعه ترتبط بالاستاذ حسام؟ اللي موافق تبعت لنا تم. انا هثبت لكم الصوره عليه دلوقتي. انا مش فاهم مبدئيا. بص تعالى انت هتتكسف. انا مش فاهم مبدئيا. اي واحده جوزاء على اللايف دلوقتي موافقه على الارتباط تقول ايه؟ صفه الجوزاء طبعا. ايه؟ ايه صفه الجوزاء؟ الجوزاء فرفوشه ونغشه وهتدلعك يعني، انت كقوسي. طبعا عندها صبر ولا ما عندهاش؟ وهتبقى برضه كقوسيه بقول لك ساعه، انت كده طولت كتير. ما انا مش انت بتصبر عليها ساعه ده كده كتير. فعلا معاك حق. قلت بس عشان الناس ما فيش ولا واحده جوزاء يعني عايزه الكاريزما دي. طب انا يا دكتور محمد، لو انا ارتبطت بالقز اللي زيي، هي انا والله مين دي بقى؟ صباح جالك عروسه اسمها صباح. الله، طيب ما خلاص الموضوع. حد تاني جاب؟ انت ما صدقت. استنى يا عم، ندخل بقى للاستاذ احمد وهيقول لنا اكتر صفه كده ممكن تشده كراجل عذراء في الانثى بشكل عام. اكل. الاكل برضه؟ الاكل برضه. لا هنغير، هنغير اكيد طبعا. الهدوء. الهدوء. ما تحبش المجنون. طبعا. قلناها كتير. قلناها كتير ان رجل. انا جوزاء برضه صباح. شوف خلاص يعني. برضه جوزاء؟ رسمت عليك. خلاص. صباح رسمت عليك. خلاص ماشي. النظرة بتاعته دباعة. دباعة لا. انزل اقلع يا عم. احنا قلنا ان رجل العذراء ما يحبش الواحده اللي هي متسرعه او مجنونه او مندفعه، بالذات في البنات. والله احنا دخلنا لايف ما حضرناش يعني، بنتكلم كده عشان اثبت لكم ان صفات الابراج اللي احنا بندرسها وبناخد عنها مواضيع، لما تيجي تطبقها على ارض الواقع شوفوا بنفسكم طبائع الرجال
ووجهة نظرهم في اختيار الأنثى. يعني يبقى أول حاجة الهدوء، تاني حاجة أو تاني صفة ممكن تقربك أو تجذبك للأنثى بشكل عام، ممكن تخليك زي ما احنا بنقول تهيم بيها، تبقى عايز تقرب ليها انت كرجل عذراء. اكيد طبعا تكون فرفوشه طبعا. فرفوشه ما هو خلي بالكم احنا اتفقنا برضو مفيش رجل في الدنيا بيحب الواحده النكديه. مفيش. كل الرجال تعشق الانثى الفرفوشه ولكن بدرجه. يا دكتور محمد اضيف لك حاجه بس. اتفضل. مش معنى في 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 فرفوشه اعتقد من وجهه نظري، وفي مش معنى في 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 فرفوشه اعتقد من وجهه نظري، وفي مش فرفوشه بس مش نكديه. فعلا هو معتدل. معتدل. انا معاك في دي. تمام. لا انا عايزها فرفوشه. انت واخد بالك وهاديه. طب احنا هنعكس. انت خلاص خلصت لا بس انا مش عايز. الحمد لله خلصت. ايوه ما انت لازم تقول كده. ما انا عارف الكلام. لا انت عايز انت كنت عايز تقول الكلام لو وصل بس خليني. لا يوصل ما تقلقش. هو اتجوز بقاله 5 شهور. انت فضحت الدنيا كل شويه بالجواز يا عم. خلاص عايز اتجوز تاني. قطعت رزقه كده. طب على النقيض استاذ احمد، يعني اكتر حاجه ممكن تخليك لو انت مرتبط بانثى مثلا ان انت تقرر انت تبعد عنها، اكتر صفه تخليك تزعل منها، اكتر صفه ممكن تخليك تتضايق من طباعها ايه من كرجل عذراء من وجهه نظرك؟ اكيد طبعا العصبيه. العصبيه اكيد. اللي هي عكس اللي انت قلته، الاندفاع قصدك. الجنون. تمام. التهور. طبعا هي الطباع واحده سبحان الله. كل الرجال لا انا عندي بقى اللي هي لو لا يكمل الاول ويت انا بس منساش. هي الصباح موجوده ما تقلق. الصباح موجوده خلاص. ماشي كلميها صباح. انا هخش عليها دلوقتي خلي بالك. تمام. العصبيه طبعا. التسرع اللي عند الاستاذ حسام. تمام. ده ايه مش عايزه؟ لا طبعا. لا 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 طبعا ما ينفعش في الانثى طبعا التسرع. بس ينفع في الراجل يعني. ينفع يا عم. ايوه كرجال لازم نبرر لنفسنا. الهدوء طبعا. الفرفشه بتقول لك صباح. بتقول لك انا جربت كل الابراج ولكن السرطان خلاني مجنونه ما اعرفش ليه. كمل يا استاذ. انا بلفت انتباهك. واخد بالي. بس انا مش سرطان. انت قوس. انا قوس. هو قوس يا صباح. انا قوس يا صباح. تمام يا دكتور محمد. يعني الواحده اللي فرفوش. انت بتقول لي السؤال بس معلش نسيته. الحاجه اللي ممكن تخليك تغير او تبتعد عن انثى انت منجذب ليها او شايفها انها كويسه. بس عن العصبيه. تمام. التسرع. الجنون. النكد. والتهور. النكد. أوه. الكلام ده كله. بس احنا عايزين اللي يتوفر في ايه؟ الهدوء. الفرفشه. الطبخ الحلو. انت في الاكل. لازم هو الاكل. انت فاهم. انا معاك في الاكل. انا معاك برضه. انا عايز اتكلم حاجه. العظيم الرجاله كلها مع الاكل حلو يا جماعه. اقصد شوفوا كل النصائح اللي انا بقولها دي. تعلم الطبخ كوم والاكل كوم عند الرجل. طبعا فعلا تكوني بتعرفي ان انت تعملي اكل حلو هتوقعي اتخنها شنب صدقيني. يا دكتور محمد بس عايز انا اسالك سؤال لو سمحت. اتفضل. انت دلوقتي متجوز وجاي من بره. النهار كنت مقضي اليوم كله بره. تمام تمام. وجيت دخلت البيت لقيت رومانسيه وحاجه كويسه وكل حاجه حلوه بس مفيش اكل. وانت جعان ولا اي لازم. شوف هتعمل ايه. هو ولا اي لازم. هو ده الرجل. هو ده. اعملي مهما تعملي مفيش اكل ولا لي اي لازم. ولا اي لازم. تضحك علي في حته لحم. لا تمام كده. وانا بقول لك فخلي دي حته كده الطريق لقلب الرجل معدته بعد الجواز مش قبل الجواز. يعني قبل الجواز هتلاقي دباديب وحب وحنيه. بعد الجواز هيبدا يفتش في التلاجة صبح وليل. طبعا. ما انا بقول لك صبح الفرح بالليل صبح وليل. يعني عامه انا حبيت ان انا يعني اهزر معاكم كده. لايف مش هيكون طويل. انا شايف ان في كتير بيضحك وهو ده هدفنا. رسم البسمه كده. وفي حد تاني غير صباح؟ في غير صباح ولا ايه؟ معجب معجب بالقوس اللي معانا. بدور على القوس. خلي بالكم مفيش قوس. شوف الراجل صقر بيبص في اللايف. شوف النظره. لا ما مش اي حد اتكسف يعني. يا عم انا لسه يا عم خلي بالكم. وبعدين انا لسه ما ارتبطتش ولسه لسه خام. خام. وبعدين انا مش مرتبط خلي بالك يا دكتور محمد. ما انا بقول لك يعني. عشان برضو النصيحه اللي جدي قالها لي. واحده بتقول لك همك على بطنك. انا على حسين. انت انا كلمت على اكل. انت كل كلامك لازم يكون في اكل. شكرا
حبايب قلبي والله العظيم هتوحشونا. احنا بنهزر طبعا بغض النظر عن اي حاجه، كان على سبيل الفن الفرح الدعابه الهزار كده. واستنوا مني حلقه النهارده ان شاء الله هننزلها يعني سواء على اليوتيوب او سواء على الفيسبوك، وهتوحشوني والى اللقاء. ولو عجب